عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المعلمة صفينة حسون، ضمن سلسلة برنامج التعليم عن بعد المؤقت. تاريخ اليوم 22 نيسان 2021. درسنا اليوم راح يكون عن السبتراكشن. نحن اخذين السبتراكشن من قبل، الكالكوليشن تكنيك، بس اليوم راح ناخذ بس شيء جديد شوي. البيانة الفيحاء سكول جريد 2 مس صفيناس حسون. سو الشيء اللي رح نعمله هون بهيدا الدرس، اول شيء رح نحكيهم، رح نعمل كويك ريفيجن اباوت ذا سبتراكشن كونسبت. رح نراجع شوي شو هو السبتراكشن وشو هن البروبرتيز تاعون السبتراكشن. ثاني شيء رح نشوف when it is possible to subtract and when it is impossible. انا امتى فيني نقص وامتى ما فيني نقص. رح ناخذ subtraction technique الجديدة اللي هي كتير حلوة وكتير عينة وكتير بسيطة. ورح ناخذ شوية samples عن الاكسرسايزز يلي بالبوك كرمال انتو يكون عندكم فكرة، ورح اقول لكم شو عنا homework. اوكي سو اول شيء رح بلش بالريفيجن. اوكي بيجي انا اول شيء بقول I have 6 pens and I want to give محمد 4 pens. Is it possible or not possible؟ انا معي 6 اقلام وبدي اعطي محمد 4 اقلام، يعني اذا انا بجي بدي اقول انا معي مثلا هون معي 6 بدي اعطي محمد 4، شو بعمل؟ شو كنت اعمل؟ شيل 1 2 3 4. قديش يفضل معي؟ يفضل معي 2. سو انا محمد بقدر اعطيه 2، بقدر اعطيه 4 pens وبيفضل معي كمان 2 pens. سو it is possible يعني هو معقول انا بقدر اعمل هيك. it is possible يعني انا هيدا الشيء بقدر اعمل. شو يعني possible معقول؟ شو يعني impossible يعني غير معقول؟ سو طيب اذا انا بدي اجي اقول امتى it's possible وامتى it is impossible او it is not possible. طب اذا انا I have 4 pens and I want to give محمد 10 pens. طب اذا انا معي 4 pens وبدي اعطي محمد 10 pens، انا معي 4 طيب بدي اعطيه 10 لنشوف 1 2 3 4 وقفت عند ال 4، هسه بدي 6 pens. So it is not possible. حتقولوا لي كيف يا مس؟ كيف بدك تعطيه 10 وانت معك بس 4؟ سو يعني انا عم اعمل 4 ماينس 10، يعني عم نقص رقم صغير من رقم كبير. سو ما فيني انا اعمل هيك، المفروض انا نقص الكبير من الصغير، والاوردر هون بهم. سو ات از نوت بوسيبل اني انا يكون معي شيء قليل واجي بدي اوزع على كثير. معقول يكون معي مثلا 5 كانديز اوكي وبدي اعطي لعشر اشخاص؟ ما بقدر، لانه انا المفروض كل واحد اعطيه وحده، يعني بدي 10 كانديز. 5 ماينس 10 ما بتزبط. It is impossible. It is not possible. So بدي اتذكر اول شيء انه انا عندي الاوردرز بالسبتراكشن كثير مهم. يعني انا لما اعمل 10 ماينس 5 اوكي هي 5 صح، هي بتساوي 5، بس هي لما اعمل 5 ماينس 10 انا ما بقدر، لانه انا هون عندي 10 بقدر شيل منها 5 وبيطلع معي جواب 5. طب اذا انا معي 5 كيف بدي شيل منها 10؟ هيدي از امبوسيبل، هيدي مستحيل تزبط معي. سو الاوردر مهم، انا المفروض حط الرقم الاكبر هون والرقم الاصغر حطوه وراه، حطوه بعده. سو هي اول فكره. The bigger number has to be first، مثل ما كنت عم احكي انه الرقم الاكبر هو رح يكون بالاول. سو مثلا اذا انا معي 28 - 16 عادي شو بجي بعمل؟ بعمل بكتب 28 ناقص منها 16. 8 اول شيء ال 1s مع ال 1s، 8 - 6 هي 2، 2 - 1 هي 1. سو الفاينل انسر عندي هو 12. يعني هيدي انا السبتراكشن اللي انا على طول يعني على طول صرت كنت عم استعملها وعم نستخدمها مع بعض. بحط 28 like 2 وال 8 وبحط تحتهم minus 16، ال 1 مع ال 1، ال 1 مع ال 1 وال 10 مع ال 10، 8 - 6 so 1 هذول 8 بدي اشيل منهم 6، 1 2 3 4 5 6 قديش فضل معي؟ فضل معي 2، سو بحط ال 2 هون. طب اذا معي 2 شلت منها 1 قديش بفضل عندي 1؟ سو الفاينل انسر عندي هون هو 12. هيدي السبتراكشن العاديه اللي انا تعودت عليها. اوكي بننتقل على السايد اللي بعده. طيب بس اذا لاحظتوا انتم هون هيدا الرقم، هيدا الرقم اكبر من هيدا الرقم، سو انا هون ما عندي اي مشاكل، كله طبيعي.
عندي هيدا الرقم اكبر من هيدا الرقم، اكيد 28 كلياتها اكبر من 16 كلياتها، سو انا هون ما رح واجه اي مشاكل وفيني اعمل سبتراكشن عادي. طيب وات اف يا مس معي 34 minus 16، انتم هون رح تطلعوا فيها تلاقوها كثير عاديه، ايه مظبوط 34 اكبر من 16، شو الغلط؟ ما في غلط، لايك 34 30 بال 30 اكيد اكبر من 16. طيب what should I do يا ناس؟ خليني اشوف، انتم هون يمكن تلاقوها عادية مثل ما قلت لكم، بس نجي نحطها بالفيرتيكال فورم رح تستغرب، شو رح نلاقي؟ عندي 34 minus 16، بدي بلش نقص الوانز مع الوانز. طب كيف؟ بدي نقص 4 minus 6 يعني انا معي 4، كيف بدي اشيل من ال 4 6؟ يعني it's not possible، كيف بدي اعمل هيك؟ يعني انا معي 4 كيف بدي اشيل من ال 4 6؟ طيب بجي بقول لكم يا مس دونت وري، رح اعلمكم طريقه يلي هي نحن شو رح نعمل؟ رح نستعار من الجاره هيدي 1، رح نستعار من هيدي الجاره شو؟ رح نستعار منها 1. في مشكله؟ ما في مشكله، كيف انا بدي احلها اذا ما استعرت منها 1؟ سو رح اشطب ال 3 واكتب بدالها 2، لانه انا استعرت من ال 3 1، سو 3 نقصت منها 1 صارت 2، مزبوط الحكي هون كله تمام. طيب ال 1 اللي اخذتها من هون وين رح تصير؟ رح تصير هون. شو رايكم بهالحكي يا مس؟ واضح اني انا اي بورود استعرت من هيدي من التانس، استعرت منها 1 وحطيتها هون، وال3 صارت 2 لانه انا شلت منها 1 صح؟ طيب هلا لنشوف، صار معي 14 minus 6. It is possible or it is impossible يا مس؟ اكيد it is possible لانه 14 minus 6 14 اكبر من 6، يعني انا بقدر انا هيك بقدر اعمل subtraction وما حواجه اي مشاكل. So 14 minus 6 رح تكون انا متذكر اذا قلت لكم فيها نعد مثلا من ال 6 لل 14 وبقدر اعرف الجواب كيف رح يطلع معي. سو 6 7 8 9 10 11 12 13 14 اللي طلعوا معي على ايدي هن 8، سو رح اكتب هون 8 لانه هون نقصت 14 minus 6 طلعت معي 8، وهون رح اعمل 2 minus 1 رح يطلع معي الجواب 1. So it is so easy، كثير بسيطة كثير سهلة، كل يلي عملته رح اكتبها انا هون شوي. عندي 34 minus 16، جيت بدي نقص 4 minus 6 لقيت ال 4 اصغر من ال 6، سو استعرت من الجارة 1 اشتبتها ل 3 كتبت بدالها 2، اخذت ال 1 من هون وحطيتها هون، صار عندي 14 minus 6 رح يطلع معي الجواب 8، وعندي 2 minus 1 رح يطلع معي الجواب 1. So it is so easy and so simple وما في داعي تخافوا منها ابدا لانه كثير سهلة، بس استعرت 1 من الجارة وصار فيني انا اعمل يلي بدي اياه. بس بدي انتبه يعني انا بستعمل هالطريقة لما يكون عندي الفور فوق اصغر من الرقم يلي تحت، لانه انا المفروض نقص الكبير من الصغير، بس هون عندي 4 minus 6. سو رح ننتقل على شوية السامبلز يلي عنا اياهم بالبوك. شو بيقولوا لي؟ بيقولوا لي put a check if the subtraction is possible. يعني شو يعني put a check؟ يعني انا فيني حط صح اذا طلع السبتراكشن معقول. طيب for example 10 minus 3. طيب هات لنشوف is it possible or not. انا معي 10، معي 10 pens، بدي اعطيكم منهم 3، رح شيل منهم 1 2 3، سو فضل معي انا 7، سو it is possible اكيد طبعا بقدر اعمل هيك، سو رح حط هون بلس يعني لانه هو رح حط تشيك لانه هو معقول. طيب اذا انا عندي 4 minus 7، طب اذا انا معي 4 بدي اشيل منها 7، كيف بدي اشيل من الفور 7؟ ما ال 7 اكبر من الفور، يعني كيف بدي اعمل هيك يا مس؟ So it is not possible، منه معقول، ما بحط هون شيء ابدا. هيدا مثل هذا الاكسرسايز عندكم اياه بالبوك، رح تعملوا تشيك على اللي بتلاقوه معقول، وتعملوا اكس على اللي بتلاقوه منه معقول، مثل ما قلت لما يكون الرقم هون اكبر من هيدا الرقم على طول رح يكون possible، لما يكون الرقم هون اصغر من هيدا الرقم رح تكون impossible. اوكي رح اخذ بس 2 examples على السريع مشان ما تلاقوا اي problems بالبيت. عندي هون
63 minus 38. انتوا رح تجوا تطلعوا تقولوا لي هيدي 63 minus 38، ايه عادي كثير هينه فينا نعملها، ما 63 اكبر من 38، رح اقول لكم صح. خلونا نحط على جنب الايكويشن او نحطها in the vertical form and calculate ونشوف شو بيصير معنا. رح نحط 63 minus، شو عندي هون؟ minus 38 minus 38. طيب بجي بدي نقص، بدي اعمل subtraction الones مع الones. ها طيب 3 minus 8، كيف بدي نقص 3 من 8؟ طب اذا انا معي 3 كيف بدي اشيل منها 8؟ ما بقدر اعمل هيك، it is impossible. سو انا المفروض استعار من الجارة 1، رح استعار من ال 6 1، رح استعار من هيدي ال 6 1، رح تصير 5 ورح حط ال 1 هون، يعني رح تصير 13. رح تصير 13 minus 8 اوكي، وال 6 رح تحط بدالها 5 لانه انا اخذت منها وحده استعرت منها وحده. طيب لحتى نحن نعرف هيدي بنعد من ال 8 لل 13 مثل ما كنا متفقين، 8 9 10 11 12 13 صح 13. انا اذا عديتهم هون قديش هن 5، سو الجواب هون عندي رح يكون هو 5 صح. طيب بجي لعند ال 10 بعمل 5 minus 3، هون 5 minus 3 is it possible or not؟ بلا عادي لانه انا معي 5 بدي اشيل منها 3، ليكو 5 بدي اشيل منها 1 2 3، تفضل معي 2، so is it possible or not؟ It is possible عادي ما رح واجه اي مشاكل، رح يكون هون عندي هو 2. So 63 minus 38 equals 25. مثل ما قلنا كثير هينه يعني، بس الفكره اني انا عم اعمل بوروينج وراح اعمل اكزامبل ثاني كمان حتى ما تواجهوا اي مشاكل انتم عم تعملوا كالكوليشن. الاكزامبل اللي بعده 75 minus 48. طبعا 75 كلياتها هي اكبر من ال 48، سو انا راح اجي على جنب حتى بالفيرتيكال فورم راح اكتب 75 minus 48. رح احط هون 4 ورح احط هون 8. طيب كيف يا مس بدي اعمل 5 minus 8؟ كيف بدي نقص من ال 5 8؟ ما بقدر، سو انا رح اعمل لانه ال 5 اصغر من ال 8، سو انا رح اعمل بوروينج رح اشيل ال 7، شو اشيل من ال 7 1 رح تصير 6 ورح احط هون جنب ال 5 1، رح يصير هون شو؟ رح يصير 15. طيب ال 15 انا ما فيني اشيل منها 8، طبعا فيني اشيل منها 8، 15 minus 8، لانه ال 15 صارت اكبر من ال 8، سو 8 9 10 11 12 13 14 15. طلع معي الجواب هون 7، لانه انا قلنا احسن ما يقعد تحطهم عشان بعد من ال 8 لل 15 بيطلع معي الجواب 7. هون بكون انا نقصت ال 1 مع ال 1، بجي 6 minus 4 عادي 6 رح شيل منها 4، رح يطلع الجواب هو 2، رح يطلع الفاينل انسر هو 27. سو انا الكونسبت عندي هون هو كثير بسيط، انا بس استعرت من ال 7 1 حطيتها هون، ال 7 صارت 6 لانه انا شلت منها 1 وحطيتها هون، رح اجي اعمل سبتراكشن طبيعي ما رح واجه اي مشاكل. Thank you my dear students for listening. شكرا كثير على استماعكم، بتمنى تحضروا الفيديو وما تنسوا تعملوا الهوم ورك page 52 بس exercise 2 3 and 4 من دون exercise 1. السلام عليكم.